وطننا الشعب بالعرق ديالهم، ماشي مزورين، ماشي مزورين، وقراو
ديالهم هما هما كيكريسيك باش يقريو عندو بالخارج، كيكريسيك باش يدير طوموبيل اخر موديل، كيكريسيك باش يدير فيلا مجهزه ما نعرف شنو. كاين شي حوايج اللي حنا ربما كاع ما كنعرفوهمش كاع عندهم، والله العظيم والله ما كنعرفو. غير نعتقد قلت الا كان اخر المطاف هذا عباد الله تعاملوا معنا، اعتقد هذاك حق التشغيل من حقنا حنايا، من حقنا الاخ، لا الناس ديال حامل الشواهد ولا حامل السواعد. واش يفهموني ولاد الشعب كنقصد بحامل السواعد الناس اللي ما قاريينش، ما قاريينش بصح عنده صحته، عنده دراعه باش يخدم، كيخصو حتى هو يخدم. اعتقد تالي هنايا، تالي هنايا رب عمرنا ما يناهي 30 سنة، أنا عمري سمعت أنا هذه البناية هذه، داروا شي كونكور ولا شي جامعة، دار شي كونكور ولا شي حاجة من هذا القبيل، هذا الشيء ما كاينش، ما كيداش. إذا شنو كيوقع؟ المراصير كتفوت غير من تحت، أعتقد الأمور ما تتوافق، حنا ما ناسينش، حنا ما ناسينش، وغنسدوا البيبان على هذا عباد الله هذا، كان مجموعة ديال المناصب الشغل دابا حاليا كيحاولوا عباد الله يسمصروا فيها. عندك الفلوس راك غادي تخدم، عندك باك رئيس او شي حاجه من هذا القبيل هذا راك غادي تخدم، عندك نسيبك عندك وكذا وهلم مشره يعني بالعربيه، الا كنت عندك على من الدكه او اللي عندك الحبه راك غادي تخدم، والا ما كانش عندك هالمصير ديالك، الا ما كانش عندك الثروات. اعتقد حنا ما عندناش مشكل، مستعدين، حنا مستعدين للضحيه، حنا ماشي خصنا من البوعزيزي، حنا ماشي خصنا من الناجيه، حنا ماشي خصنا من الحمزاوي، حنا ماشي خصنا من الشهداء اللي ضحاو من اجل هذا الوطن الكريم. حنا غيرتنا على بلادنا هي اللي كتحضرنا لجمعية الشعب، غيرتنا على بلادنا هي اللي كتحضرنا. واعتقد هما في اخر مطاف التعامل ديالهم غادي يكون واضح، اللي هو القمع، هو الاستفزاز، هو محاوله اسكات اي حركه تحرريه، اسكات اي امكان كيحاول يقول لولاد الشعب ديال اودي راكم عيوني الحقوق. لكن هيهات، لكن هيهات، ما غاديش نقول لقد ولى زمن القمع، لا مازال كاين زمن القمع الى يومي هذا، لكن ولا زمن الركوع والخضوع لهؤلاء، ومازال باقيين كيقمعوا، بصح حنا ما باقيينش غنركعوا لهم، حنا ما باقيينش غنركعوا لهم، حنا غنوقفوا لهم حجرة عثرة، حنا غنوقفوا لهم حجرة عثرة امام الكواليس على المصالح ديال ولاد الشعب. ابن الدقيق باش نحضر الامور السياق ديالها ويكون الكل وتكون كاع الناس على علم باللي كيوقع. شحال كاين هنا ديال الناس في العيون ما عندهمش فين يسكن؟ كاين هاد المساله ياك عندنا ولاد الشام متكسين ربعه العائلات 60 متر كاري عندك، كاين هاد المساله هادي، وكاين ما نعرف شحال من جمعيه سكنيه كاين ما يفوق المئة. انا ما فهمتش انا فين راه نمشي هادشي، كتلقى واحد عنده عشرات الفيلات، عنده عشرات الفيلات، واحد ما لاقيش من يدرك منه. إذا نعتقد هذه مرسالة وهذا ضحك على الدخول. بارك ولدش، بارك علينا، ما فيه الكفاية، استنسفونا هذا عباد الله، ما فيه الكفاية، أرى أن نوقف حتى احنا وقفة رجل واحد ونقول هذا عباد الله ونوقف لهم في الوجه ونقول لهم لا، هادشي اللي كيدار في المصالح ديالنا والنهب ديال الأموال ديالنا والنهب ديال الممتلكات ديالنا. اللي إلا كانوا آخر المطاف كما قلت لكم جاو تعاملوا معنا بالرهب بالإرهاب والتخويف وكذا، وهذي وأنا ماشي نتلو بادلك، والله ما هذو الوان، والله يتعاملنا معاد ماشي بالفهم ديال الخدام، ولكن عندنا شوية ديال التجارب وكنتسمعوا شوية على عباد الله. آخر المطاف تعاملنا مع الأجهزة ديال القمع ما نعرف كي دايرين كاع، ورا ما كاين والو في ذلك. تأدي وتعطيو شوية ديال الزروطة وهذي ضريبة كنأديوها على النظام في آخر المطاف. هذا هو بل أكثر من ذلك تقدر توصل للمستوى ديال الاستشهاد، راه بواتنا وجدودنا راه عطاو الدم ديالنا. راه بعدا بالمناسبة يعني تلامذ باش يكونوا عارفين هاد المسألة، ديال الثورة المشيدة ديال 23 مارس 1965 واللي راح ضحيتها آلاف ديال الشهداء، بناء على القرار ديال بن عباس اللي كان وزير التعليم آنذاك، واللي كان داير واحد المسألة ديال الثمن اللي غيوصل واحد اللاج معين ما منحقوش يلتحق بالإعدادي وكذلك للثانوي وكذلك للجامعة، كان واحد الاقصاء ديال واحد الفئه عريضه ديال ولاد الشام ما غايزيدوش يقراو باش تفسح المجال للناس ديالهم ويديروا ما بغا، ويلقاو غير هما ويتخدموا غير هما ويتوظفوا غير هما، والحكومه ديالنا خير دليل على ذلك. الفاسي فين ما تمشي الفاسي ما خلاوه حتى حل، حنا ماشي الدفاسه كذا من الشام،
رسالنا، راه ماشي كنحبوا بعضياتنا، وإنما إلا كنا كن حكومات الفاسق، حكومات الماء.